السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أبو المعاطي من فريق 5 جيكس. إن شاء الله النهاردة أول درس معانا في كورس الإسكال هاكينج بيزكس. إن شاء الله الكورس ده هنتكلم فيه عن أساسيات الهاكر الأخلاقي. أول فيديو معانا إن شاء الله النهاردة هنتكلم فيه عن جميع المعلومات. فالأول تعريف كده بسيط بجميع المعلومات. جميع المعلومات معناها إن أنا بقدر أجيب أكبر قدر من المعلومات ممكن على التارجت اللي أنا محتاج أهاك عليه، ودي بتكون أول عملية في عملية اختبار الاختراق أو عملية الاختراق بصفة عامة. جمع المعلومات عندنا بتقسم لنوعين، باسيف انفورميشن جاذرنج او اكتيف انفورميشن جاذرنج. المقصود بالباسيف انفورميشن جاذرنج ان انا ببدا اجمع معلومات بدون اتصال مباشر مع التارجت بتاعي. الاكتيف انفورميشن جاذرنج المقصود بيها ان انا بجمع معلومات باتصال مباشر مع التارجت بتاعي. تعالوا بينا نتعرف على اول حاجه معانا في جمع المعلومات، وهي ادفانس جوجل هاكينج تكنيكس. افتح البراوزر بتاعي. جوجل هاكينج تكنيكس بتقسم عندي لنوعين، الكوير سترينج او اوبريتور. انا ببدا اعمل سيرش عن طريق الكوير سترينج، مثلا عايز اجيب تي شيرت يكون ماس سمول اند لون احمر 100، يبقى هنا التيشيرت هيكون ماس سمول. الكوير سترينج بتاعتي ان انا بضيف عليه معلومه زياده بيكون اللون بتاعه احمر، واضغط انتر فهيبدأ يعمل لي سيرش في كل المواقع الموجودة. فهنا مثلا أمازون، هنا إي باي، هيجيب لي كل التيشيرت السمول واللي بيكون لونها أحمر. تاني جزئية معانا إن أنا عايز أجمع معلومات عن طريق الفايل تايب. فكلمة مثلا هاكينج، هجيب معلومات عن كلمة هاكينج يكون في فايل تايب من نوع بي دي اف، هيجيب لي كل الكلمات اللي اسمها هاكينج في فايل بي دي اف. او ان انا هجمع معلومات عن طريق ان انا بحط النيم بتاعي او الاسم بتاعي في الدبل كوتيشن، فهجيب كارز مثلا، هيجيب لي كل المعلومات او كل الويب سايت اللي موجود فيها كلمة كار، او حتى الصور اللي بتدل على كلمة كار. دي اول جزئية معانا. تاني جزئية معانا اللي هي الجوجل اوبريتور. جوجل اوبريتور انا بجمع معلومات عن طريق ان انا ببدا احط اوبريتور معين، زي مثلا كلمه سايت بحط عليها كلمه وايرلس، هيجيب اي سايت فيه كلمه وايرلس او اي سايت متخصص في الوايرلس. هنا السايت متخصص في الوايرلس، او ببدا احط كلمه لينك فهيجيب لي اي لينك مكتوب فيه كلمه وايرلس. هبدأ أحط الـ end title، هيجيب لي كل العناوين اللي اسمها wireless. طبعا بقدر أغير الكلمة على حسب ما أنا حابب. في عندي كتير من query string لكن دول أشهرهم وأهمهم، هحط لك في description بتاع الفيديو باقي الكويري. هنتنقل للجزئية التانية واللي هي الـ Google Hacking Database. الـ Google Hacking Database المقصود بيها إن أنا بيكون عندي database كبيرة موجود فيها كتير من الاستخارات. الاستخارات ده ببدأ ان انا اجيبها او اجمع عنها معلومات علشان استغلها في عملية الاختراق. وليكن مثلا على سبيل المثال عندي مثلا ويب سايت مركب ووردبريس، فانا هدخل على الجوجل هاكينج داتابيز بتاعتي على الويب سايت اللي بيقدم الخدمة ديت، واشوف السيم ووردبريس ده فيرجن كام، واشوف الفيرجن ده هل ان هو مصاب بثغرة مثلا في الويب ابلكيشن ولا لا. هنا مثلا في الويب ابلكيشن جايب لي استخارات في البي اتش بي سيكول انجكشن، جايب لي هنا البي اتش بي 2.4 فيها كروس سيت سي اس ار اف او كروس سيت ريكوست فور جيل، هنا السي ام اس 1.0.7 في كروس سيت برضو، وهنا غيرها من المواقع او البلوج. البلوج المعموله بالبي اتش بي فيرجن 2 او الدنيا اوف سيرفيس، هنا مثلا سيسكو او الشير كود موجود هنا ثغرات في ويندوز 7 بلايند شيل، وغيرها من الثغرات والمعلومات. كل اللي انا بحتاجه ان انا اقدر ادخل على الثغره بتاعتي وليكن مثلا هنا، هيبدا يجيب لي معلومات عن الثغره اللي هو عارضها قدامي. جايب لي هنا الشخص اللي عامل اللي جاب الثغره اللي هو الاوثر، وجايب لي الاتصال بتاعه، البلاتفورم اللي هو عملها ويب اب بي اتش بي، والفيرجن 2.4 وجابها في التاريخ كام، وده الديمو اللي تقدر تجرب عليه الثغرة.
جايب لك هنا الاستغلال بتاع الثغرة كمان وغيرها من المعلومات. تقدر تحمل هنا الاكسبلويت تعملها داونلود مباشرة أو تعملها فيو. كلام جميل جدا. نتنقل على الجزئية التانية معانا، إن أنا ببدأ أجمع معلومات عن طريق النيت كرافت أو الهو إس. النيت كرافت عندنا بيجيب لنا معلومات عن الويب سايت بطريقة أدق. فأجيب مثلا موقع سوني دوت كوم، جايب لنا كل الدومينات اللي موجودة للويب سايت ده، وجايب لنا ريبوت أو تقرير مفصل عن السايت، وجايب لي هنا السايت ده مثلا بيستخدم فايروال نوع ايه، وجايب لي هنا الاو اس او السيرفر اللي هو بيستخدمه. بستخدم هنا مثلا سيرفر لينكس، هنا مش قادر يجيب نوع السيرفر عشان مثلا الكلاود فلير. هنا جايب لي ان الفايروال بتاعه سيتريكس، ما جابش لي نوع نظام التشغيل كان ايه. طيب نروح على الهو اس نجرب برضو معلومات عن السوني. جايب لي هنا السوني الموقع اخر تسجيل له هيكون في شهر، في سنه كام وشهر كام ويوم كام، واخر ابديت حصل له كان امتى، والموقع اتسجل على النت كان في سنه كام بالتاريخ واليوم والشهر. جيب لي هنا السيرفر اللي موجوده بتاعته، في هنا سيرفرين له بالاي بي هاب بتاعتهم. جيب لي معلومات التسجيل بتاعه الويب سايت، اسم الشخص اللي مسجل والاورجانيزيشن او المنظمه اللي مسجله سوني كوربوريشن. وجيب لي هنا العنوان بتاعها والمدينه والستيت والبوست كود والدولة والموبايل والفاكس، وجايب لي الايميل بتاع الشخص اللي عامل ريجستر للويب سايت. نتنقل للجزئية الأخيرة معانا وهي الايميل هارفستنج. المقصود بالايميل هارفستنج إن أنا ببدأ أجمع معلومات عن أي دومين موجود، بجيب منه كل الميلز اللي موجودة فيه، الميل سيرفر أو الميلز بتاعت الأدمن اللي موجودين في الويب سايت. بجيب الموضوع ده عن طريق 2 تولز. اول حاجه معانا التولز اللي اسمها هارفستر، موجوده على الكال لينكس، او بقدر اجيب عن طريق الميتاسبلويت. هفتح الكال بتاعتي، هكتب ده هارفستر، فتحت معايا التولز. هنا جايب لي الشرح بتاع الاداه وهنا مثال على الاداه، فانا همشي ورا المثال احط له داش دي، ده الدومين بتاعي سوني دوت كوم، هنكمل على سوني داش ال الليمت نمبر، ده عدد النتائج اللي هيطلعها لي السيرش بتاعي. انا هحط له 500. داش بي محرك البحث اللي هستخدمه، سواء بقى كان جوجل او ياهو او غيرها من محركات البحث، واضغط له انتر. عما يخلص سيرش هروح على المتسبريت، هعمل سيرش على الايميل كوليكتور. كده انا عملت سيرش على ميتا سبوليت لان انا مش عارف المسار بتاع السكريبت بتاعي فين. جايب لي هنا السيرش بتاعه وطلع لي النتائج. هقوم جايب له يوز، بستخدم السكريبت بتاعي اللي هو الايميل كوليكتور. نروح على السيرش التاني نشوف خلص ولا لا. السيرش خلص معانا اهوت، جايب لي بعض الايميلز اللي موجوده في شركه سوني او الدومين اللي موجود اللي اسمه سوني دوت كوم، وجاب لي هنا كمان الاي بي هات والهوست والسيرفر بتاعها. ده مثلا الايميل بتاع الجيم سبورت، وده ايميل مثلا حد اسمه مايكل وهاري وغيرها من الاشخاص اللي موجودين في شركة سوني. هنيجي نستخدم نفس الاسلوب لكن بالميتا سبريد. انا عملت هنا اول حاجه سيرش على الايميل كوليكتور، فقام جاي جايب لي السكريبت اللي اسمه سيرش ايميل كوليكتور، عملت له يوز استخدام، وانت جاي حاطط المسار بتاعه. هعمل له انفو جاب لي كل المعلومات المتاحة عن السكريبت ده، فقام جاي هنا الدومين بتاعك مش موجود فيه حاجة، فقام جاي عامل له set domain microsoft دوت كوم مثلا، قام جاي عامل له show option مرة تانية، قام جاي حاطط لي الدومين بتاعي بقى اسمه مايكروسوفت. هقوم جاي عامل له هنا run، المرة دي هيبدأ إن هو يسيرش من خلال جوجل مثلا، هيبدأ يسيرش من خلال بينج لغاية ما يبدأ يجيب لي نتائج البحث بتاعتي. خلص السيرش بتاعه اهوت،
قبل كل الميلز اللي موجودة في مايكروسوفت. كل دي ميل موجودة لموظفين مايكروسوفت. تمام كده احنا خلصنا الدرس بتاع النهارده. ان شاء الله الدرس الجاي هنتكلم فيه عن الاكتيف انفورميشن جاذرنج. كان معكم محمد المعاطي من فايف جيكس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.